بيت ماتشنج ككونسبت في الدي جينج اول حاجه هتتعلمها واصعب حاجه تتعلمها عشان هتاخد وقت. ابسط طريقه اشرحها ان هي اغنيه لما بتتعمل بيبقى ليها تيمبو. التيمبو ده يوجوالي بيتقال بحاجه اسمها بي بي ام اللي هي بيت بير مينيت. البيت بير مينيت هي مش محتاجه شرح, كذا بيت بيحصل في دقيقه. فكل اغاني بتبقى ليها سرعه يوجوالي بتبقى ثابته من اول اغنيه لاخرها. في احيانا اغاني في نصها مثلا بتبطا, يا بتبقى هاف تيمبو يا الارتست خدها تيمبو راندوم ونزل تاني. الريكوردنجز القديمه لو هيبقى عندك اغاني من السبعينات والثمانينات اللي كان فيها ريكوردنجز لايف بتاع درامرز, كانت هتلاقي مهما كان هيز هيومن هتلاقي الدرامينج بتاعه كان بيقولوا عليه تايت درامينج, هتلاقي التيمبو فاريشن بتاعته قليله جدا. فلما تيجي انت تميكس اغنيه زي بيلي جين هتلاقي التيمبو اولموست بيرفكت. فلما تيجي تميكس الاغنيه دي على اغنيه بنفس السرعه لازم يبقوا ماشيين البيتس مع بعض. ليه بقى؟ عشان لما تيجي تسمع اغنيه ممكن نعمل يعني ساوند ديمونستريشن في اخر الفيديو, يبقى عندك مثلا بيت ماشي دوم 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 دوم, الاغنيه الثانيه اللي انت عايز تميكس معاها فوق بعض لان يعني دي هتخلص وانت هتدخل دي, فلازم البيتس يبقوا ماشيين مع بعض بنفس التيمبو. فانت هتلاقي التراك الثانيه عامله بوم 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 بوم, بس الاثنين مثلا ماشيين 120 بي بي ام مع بعض. فالفكره انك لما تيجي تعمل بيت ماتشنج بتشوف الدي جي ماسك الهيدفون بيلف حاجه بايده كده, ده الاكشن ان هو بيسرع الاغنيه يا بيبطئها سواء فورورد او باك. التكنولوجي دي جت من ايام الفونوغراف او الفاينل, ان زمان التيرن تيبل كان فيها سلايدر صغير اللي كنت اتكلمت عليه من اول ما شفت اول راجل كان عنده سلايدر. ده ليه؟ كان عنده اغنيه مثلا ماشيه 120 مثلا, الاغنيه الثانيه مثلا 114, فهو لما كان بيزق الريكورد يعني كانه بيزق عشان تبقى ماشيه يعني يلحق البيت التاني كانهم عربيتين مع بعض. فانت تسرعها فتلاقي العربيه دي تلحق التانيه, بس لو هما الاتنين مش 120 دي بعد شويه هتسبقها تاني. فالبيتس هتبتدي ما تلاقيش بوم بوم, هتلاقي بدق بدق بدق. فتلاقي لو عندك حد على الدانس فلور مش هيعرف يرقص عشان البيتس هتلخبطه, مش هتبقى ماشيه 1 2 3 4 تبقى 1 3 لخبطه. الدي جيز احنا في مصر لما ده بيحصل احنا بنسميها تطبيل. الدي جي ده مثلا بيطبل كتير, اللي بيطبل بس كلنا بنطبل في يوم من الايام عشان حاجه زي درامر, مش كل حد بيبقى تايت 100%. فالفكره هتلاقي مثلا لو عندك مشكله هتلاقي بتلف كتير, مينز انك انت سرعت الاغنيه بس انت ما جبتش التيمبو بتاعها مظبوط. فدايما احنا بنحضر الاغنيه اللي جايه بنبقى قاعدين بنزق الاغنيه فبنستنى هياخد قد ايه وقت عشان يتسبق. فلو هو برضه بيبطا عارفين ان احنا محتاجين نزود تيمبو, نزود كمان شويه, تبقى نسب يجي 1% sometimes نص percent لغايه ما تزق التراك وتلاقيهم ماشيين مع بعض طول الوقت. انت لاقيني بعمل كده عشان ده الاكشن اللي بعمله. لو انت مثلا هيدفونز ايه هتلاقي دايما بسمع الاغنيه الثانيه جوه ودني عشان اقيس هي وقعت بتطبل ولا لا. فاول ما تلاقي دي جي مثلا قال على الهيدفون مثل تمام ان الاغنيتين دول ماشيين مع بعض, فهيبتدي يعرف الميكس الاغنيه تخش مع بعض. فتلاقي لو هما مثلا بيتين ماشيين كده ده كده ذا بيت ماتش زي ما بيقولوا, بس لو هي واحده واقفه هتلاقي الدنيا عامله كده. فطبعا مفيش حد يفهم حاجه ولا هيعرف يرقص. فنفس الكونسيبت دي احنا بنتكلم على بيتس, بس البيتس في كل اغنيه ماشيه بنفس الفكره. ممكن تبقى هاي هاتس تبقى تس 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 تس. هتبقى ضربه مع الهاي هاتس اللي في الاغنيه الثانيه. فدي الكونسيبت بتاعت البيت ماتشنج من اهمهم, ودي اول حاجه هتتعلمها وهتاخد منك براكتس. الفكره كلها انك هتبيت ماتش هتفهم الورك فلو دي, هي ممكن تكون سهله في الشرح بس كلها براكتس. بس مع الوقت الموضوع ده هتعمل الموضوع ده اصعب. كل ما تبراكتس الموضوع ياخد منك بعد شويه ما بين 10 و15 ثانيه في مع البراكتس. فما تيأسش عشان دي اصعب حاجه تو ماستر في الدي جينج. اي حاجه ثانيه عباره عن تعليم. عرفت ان ده بتشيل البيس من الاغنيه ليه, بتحط هايز, بتستخدم افكتس ليه, كل دي حاجات هتبقى تيست مش اكتر, عن تكنيك بس.